هاي ايفريوان، وهيدا اول فيديو توتوريال فوتوشوب على الكمبيوتر. بالديسكربشن في كذا لينك فيكم تنزلوا الفوتوشوب، اللي ما بيقدر ينزله في اذا قريب علي ياخذ مني سيدي الفوتوشوب ويثبته دغري. اول شيء انا بعمله، خليني اعرفكم على التولز. كروب، كروبينج تول. انا اول شيء بحط السايز اللي بدي اياه للانستغرام 4x5 سم، نكبس دبل كليك، زوم ان، اولت وزوم ان، تكبر مثل ما بدك. اول شيء ببلش اعمله نصلح الصوره قبل ما نحط التاتش اللي قلنا. مثلا انا عندي الباك جراوند شوي اوفر اكسبوجر، هايلايتس، سو فلتر، كاميرا رو فلتر، اكسبوجر، كونتراست، هايلايتس. فانا بدي هايلايتس، بدي خفف الهايلايتس شوي. يس 50، مش شرط 50 بس انه 50 هون مناسب. طيب الصورة بدي بدها شوي عبير، بدها عندها كم حبة بدنا نقيمهم. so cropping tool تحتها بشوي spot healing brush tool. هاي التول بتقيم، انا بستخدمها اكتر شي لقيم الحبوب وللشعر الطاير. settings اللي إلها بس تكبسوا عليها، ما بدها تغيير بالسيتينجز. اكيد الهاردنس بس يكون صفر، سايز مثل ما بدكم تلعبوا بالسايز، او فيكن رايت كليك تلعبوا بالسايز مثل ما بدكم. اوكي انا بدي السايز كتير صغير لان عم شيل الحبوب حاليا، بقيم كل الحبوب. الشعر ما بدنا اياه يبين. بشرتها، البشرة هون بدها شوي سموذينج، الخدود، الجبهة، الجبين. سو نجي ميكسر براش طول، ميكسر براش طول، كلين براش. الويت لازم يكون 16، اللود 100، الميكس 100، فلو 100، والستروك 10. السايز كمان نفس الشيء، السايز اللي بدنا اياه تقريبا، او بالكيبورد فينا نلعب بسايز الطول. سو الجبين بنمسحه هيك، ما بحب كتير شوي. والجبين هالقد مسحته، المنخار والخدود لازم نفس الشيء، نفس المستوى تما يبين فرق. شوي اوكي، عنا شوي بقع سوداء حوالين التم، وعنا السواد اللي تحت العين. عنا باتش تول، باتش تول تعمل سلكت للشي اللي بدك تقيمه، تسحب انتم كمان مرة للطرف عشان ما يبين. نفس الشيء العين التانية، السواد اللي تحت العين، السواد اللي حوالين التم. فينا كمان نستعمل هيدي الطول للشعر. اوكي الخط اللي على الرقبة، اوكي هون مش مقصرين، نمش ما بشيل النمش. اوكي بدنا شو بعد اشياء بدنا نصلح بالصورة؟ بدنا الطعجات اللي بالتياب شوي. سو انا بدي زيد طيور بالباك جراوند. سو جوجل بيردز فور فوتوشوب، اوكي واخترت هيدي، رح احط اللينك بالبايو لتنزلوها دغري.
رايت كليك كوبي ايمج، كوبي ايمج نروح على الفوتوشوب كنترول في اللي هي بيست، كوبي بيست صار عنا اللاير موفينج تول. اوكي كنترول تي نغير السايز المكان كل شيء نشقلب نعمل الانجل يلي انتم بدكم اياه. اوكي انا بدي اياها هالقد بالسنتر حوالين وجهها رح وزعهم. بدي قيم ها هو اللاير يلي انا نزلته، بدي الطيور بس بدي قيم الباك جراوند البيضاء. سو اللاير دبل كليك لاير ستايل بدنا نقيم عنا اللاير عنا السواد وعنا البياض. بدي قيم البياض يلي بالصورة سو الابيض بقيم الابيض. That's it very easy. اوكي زوم ان كنترول كلمة تكبس بدي قيم اللاينز البيض الادجز هون بالشين الت على الكيبورد منضل كبسين الت والسهم الثاني نسحبه واشوف الفرق شو بيصير عنا بيروح الابيض الخفيف. سو هاد منيح. اوكي بدي وزعهم بديهم نفس الحجم بس بدي وزعهم بعدهم ريكتانجل سيلكت تول نكبس عليها سيلكت هيدا طير كنترول على الكيبورد ذاتس ات بدي اياه اصغر كنترول تي بدي اياه هيك. اوكي من هون حسب كيف ما بتلاقوه من اسم كنترول كمان بدي اياه هون كمان بدي اياه هون اصغر كنترول تي سو ما يكونوا مرتبين عشان انه هن ما بيكونوا لما يكونوا طايرين ما بيكونوا مرتبين. سو الباك جراوند عنا بلر مبين عنا بلر بالباك جراوند والبيردز مش بلر سو عاملين سيلكت لحنا على اللاير فلتر بلر جاسيان بلر جاسيان بلر سو قد ما بدنا بس ما حيمشي الحال اللاير كلياته نعمل له نفس البلر سو كانسل مثلا هيدا كتير بعيد سيلكت عليه فلتر بلر جاسيان بلر نعمل له بلر اكثر من غيره لانه ابعد فمنطقي يكون بلر اكثر. اوكي نفس الشيء هون سيلكت فلتر بلر جاسيان بلر نفس الشيء تقريبا يبين قريب للباك جراوند شايفين قد ايه هو بلر والبدي يكون انه منطقي بالصوره. نفس الشيء هون بدهم تصغير. اوكي نرجع فلتر بلر جاسيان بلر اقل شوي لانه اقرب للصوره فما حيكون بلر كتير. هون كمان فلتر بلر جاسيان بلر اقل كل ما تكون الاوبجكت اقرب فما بده يكون بلر كتير. هون انه جاسيان بلر هون كتير رح خليه هون وفيني يزيح بس بدي اياه انا يبين انه وراها. سو انا عامل سيلكت للاير ريز تول المحاية خلينا نقول سو حسب الاوباسيتي قوة المحاية 100% بدكم اياها الفلو سموذنج قد ما بدكم انا بدي اياها 100% رح خليها وبصغر التول زوم ان صلحنا الصورة. اخر شيء بنعمله تحط التاتش اللي لك هالصورة بدي احط تاتش بدي اعمل الصورة بلاك اند وايت ادجستمنت لاير بلاك اند وايت بلاك اند وايت دغري اند ذاتس ات بوم لاير بلاك اند وايت لاير للطيور وعنا الباك جراوند. سو before and after before and after that's it. اكتبوا لي بالكومنتس شو الاشياء اللي ما فهمتوها شو الاشياء اللي بعد بدكم ركز عليها واشرح لكم اياها. اشوفكم بالفيديو التاني.